السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي. Welcome back my dear student in our program مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 3، آخر شابتر في يونت 3 الخاص بالsex determination والخاص بالabnormal genetic cases. بالنسبة لأسئلتكم اللي على اليوتيوب كلها هنجاوب عليها بإذن الله. جاوبنا على جزء وإن شاء الله متبقي بعض الأجزاء هنجاوب عليها. تطبيقات وأسئلة هتنزل على قناة اليوتيوب الخاصة علشان تقدروا على موعد الامتحان تكونوا شفتوا أكبر قدر من التطبيقات. النهاردة بإذن الله شابتر جميل ومميز، هتعرفوا معلومات كتير جدا عن sex determination، تحديد الجنس وإيه هي الصفات والتريتس اللي لها علاقة وbelong to sex، متعلقة بالجنس. وهنعرف كمان إن في حالات شاذة كروموسوميا بنقول عليها abnormal genetic cases، لأن احنا عارفين إن number of chromosome in the human 46، فلو حصل تغير وتشينج ان نمبر اوف كروموسوم بيحصل تغير ويحصل ديستربنس وبالتالي تظهر نوع من انواع الاعراض او السيمتومز اللي بنقول عليها انها سيندرومز. يعني ايه سيندرومز؟ يعني متلازمات. هنشوف الكلام ده دلوقتي ونبدا الاول باول جزء سكس ديترمينيشن. سكس ديترمينيشن اللي هو تحديد الجنس، عندنا الجزء ده بنتكلم عن البوسيبيليتيز اوف سكس ديترمينيشن for the human embryo. مفروض ايه هي الاحتمالات لانجاب ميل اور فيميل في كل مرة حمل؟ ايه النسبة؟ احنا متعودين من اول ما بدأنا جيناتكس ان لما بناخد اي جيناتك بروبلم، اي مسألة وراثية، النتيجة اللي بتطلع بتكون هي البوسيبيليتيز، الاحتمالات. طيب احنا هنا عندنا بما نتكلم عن السكس ديترمينيشن فهيكون كلامي عن مين؟ عن الكروموسومات الجنسية اكس واي. فعندنا هنا الكروموسوم اكس واي في هنا في الفادر اللي هو موجود عند البير نمبر 23 في المذر اكس اكس. طيب الجاميتس اللي هتطلع من الفادر هتكون اكس واي واللي هتطلع من المذر هتكون اكس اكس. طبعا انا كان ممكن اختار واحده بس، مش لازم اكون واخد اتنين لان هم هيكونوا شبه بعض. تمام. طيب هنيجي نعمل فيرتلايزيشن، هنبص نلاقي هنا ادي اكس اكس فيميل، بعدين اكس اكس برضو فيميل، بعدين اكس واي الميل، في 2 ميل و2 فيميل، يعني معنى كده ان النسبه 50% فيميل و50% ميل. يعني في كل مره حمل يكون البوسيبيليتي الاحتمال ان يكون يا تجيب ميل يا فيميل، في كل مره، حتى لو كانت المساله بتقول ان الفيميل دي كانت انجبت مثلا 5 مرات ذكور او 5 مرات اناث، المره السادسه هتكون ايه النسبة او الاحتمال البوسيبيليتي؟ برضو 50% ميل 50% فيميل. طيب تعال نشوف هنا برضو شكل موضح اكتر، ادي الفادر اكس واي المذر اكس اكس، وبعدين ورانا ان في 2 فيميل و2 ميل. تمام. يبقى ما ننساش مهما كان العدد او مرات الحمل او التايمز اوف بريجننت او الحمل، لكن كل مره وفي كل مره حمل هيبقى في عندي 50% ميل 50% فيميل. نيجي ل the genes carried on the two chromosome x and y that are responsible for sex determination. طلع ان البير اوف كروموسوم نمبر 23 اللي هو الاكس والواي هو ده اللي مسؤول عن تحديد الجنس. فين بقى؟ في اي وقت بيبدا التحديد؟ at the first month of pregnancy، في الشهور الاولى من الحمل. وبيبقى ازاي بقى؟ after 6 weeks، بعد 6 اسابيع من الحمل، ابص الاقي في تمايز وبيحدث لو كان الفيتوس الجنين ده contain كروموسوم واي، عنده الكروموسوم واي، هيبقى في male hormones، الهرمونات الذكريه sex male hormones، ودي هتبدا تعمل تمايز او differentiation للتستس، وهنا يصبح الفيتوس الجنين يكون طبعا male. طيب لو ما حصلش ان بعد 6 اسابيع او after 6 weeks حصل ان بان ان هو ميل، يبقى هنستنى شويه ونعمل طبعا زي ما انتم عارفين فحص بالسونار، و after 12 weeks هيكون طبعا 12 weeks 12 اسبوع هيكون معناه ان الجنين او الفيتوس ده لا يحتوي على الكروموسوم واي، يعني معناه ان هو يحتوي على 2 اكس، وتبدا هنا الفيميل هرمونز الهرمونات الايه الانثويه، بالتالي يحصل ديفرنشيشن للاوفرز ويصبح الجنين جنسه فيميل. يبقى احنا هنا عندنا at the first month of pregnancy في بدايه الشهور الاولى فيها الحمل قدامي احتمالين، يا اما هنفحص بعد after 6 weeks او
خدوا بالكم من ان في اور او، يعني يا اما هيبقى ميل اور فيميل. تمام، هنا بقى هنبدأ الابنورمال كروموسومال كيسز ان هيومن، الحالات الشاذة كروموسوميا. تعال نشوف الحالات الشاذة كروموسوميا زي ايه. اول سيندروم، خلينا الاول نتكلم يعني ايه سيندروم. احنا دلوقتي هنبدأ مجموعة من المتلازمات او السيندرومز. كلمة سيندروم دي يعني تلازم حدوث كل الصفات او السيمتومز اللي احنا هنقولها على فرد واحد. بمعنى لما هناخد اول حالة كلاين فلتر، هنلاقي مثلا انه بيتميز بالمنتل ريتارديشن، التأخر العقلي. هل كل شخص عنده تأخر عقلي هيكون حالة كلاين فلتر؟ لا. لازم يكون في عدد من الاعراض مع بعض عشان اقدر اقول ان ده كلاين فلتر. لازم يكون النمبر اوف كروموسوم 47، لازم يكون الفرد ده انفيرتايل عقيم، لازم بيتميز بالمنتل ريتارديشن التأخر العقلي، بيكون عليه بعض الصفات الأنثوية، يعني بيحصل هنا appearance of feminine characters، ظهور بعض الصفات الأنثوية. ليه؟ لأن هنعرف دلوقتي إن الخلل أو الديستربنس حصل في السكس كروموسوم. في حالة كلاينفلتر اللي هندرسها دلوقتي فيها كروموسوم اكس زيادة، وجود او the presence of extra X كروموسوم هيبتدي الكروموسوم اكس ده expresses itself، يعبر عن نفسه طبعا بزيادة هرمونات الأنوثة، وبالتالي ظهور و appearance of feminine characters. يبقى تاني، مش كل واحد هيسمع صفة أو symptom بنقولها دلوقتي هيبتدي يقول ان دي الحالة اللي انا شايفها الشخص ده كلاين فلتر. لا، لازم يكون كل الصفات دي مع بعض عشان اطلق عليها كلاين فلتر سيندروم. طبعا احنا عندنا 3 سيندرومز او 3 سيندرومز المفروض ان احنا هناخدهم. ال 3 سيندرومز اللي هناخدهم دول هم اشهر المتلازمات، ولكن في غيرهم كتير جدا. طيب ليه اتسمت كلاين فلتر؟ عشان ده من الاسئله اللي بنسمعها، ليه اتسمت حاله كلاين فلتر بكلاين فلتر سيندروم، تيرنر، وفي داون سيندروم؟ ده نسبه الى الاطباء اللي اكتشفوا هذه الحالات او عرفوا ان الحالات دي حاله من حاله الابنورمال جيناتيك كيسز. تمام، تعالى بقى نشوف السيمتومز الخاصه بكلاين فلتر وايه سبب حدوث المتلازمه اللي هي كلاين فلتر سيندروم. حالة كلاين فلتر احنا هنا بنقول حاطين رمز الميل. تمام، وطالما حاطين رمز الميل يبقى معناها ان الحالة دي تحدث في الذكور فقط، وهنعرف ليه دلوقتي. طيب النمبر اوف كروموسوم 47، يبقى ده فعلا حالة شاذة كروموسوميا او بنقول عليها abnormal genetic case. ليه؟ لان العدد مش طبيعي، العدد الطبيعي النورمال 46. طيب تعالى نشوف كده التصنيفة 44 plus XXY. طيب هنا معناها ايه؟ معناها ان طالما وجود او the presence of Y chromosome يبقى الانديفيديوال ده is male. يبقى وجود او the presence of Y chromosome هيخلي الفرد اللي قدامي ده male. طيب لكن اكس الزيادة ده مش هيسكت، هيعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي ايه الاعراض اللي هيطلعها على الافراد او هيظهر ايه نوع من الفيمينين كاركترز. سبب او reason for disturbance، سبب الخلل ايه؟ presence of extra chromosome X، زيادة في الكروموسوم X. طيب قبل ما نشوف بقى هنا بقية السيمتومز، تعالى نشوف مع بعض ايه سبب حدوث ان الفرد ده نتج 47 وما هو المفروض كان يبقى 46. تعالى نشوف، في عندنا احتمالين. احتمال حالة كلاين فلتر، حالة كلاين فلتر سيندروم المفروض هنقول احتمال حصل فيرتلايزيشن، بين ابنورمال اوفم. ابنورمال اوفم وعندنا نورمال سبيرم. طبعا انا سايبه الجزء الثاني عشان انتوا هتقولوا لي هو لازم تكون الاوفم هي الابنورمال. ابنورمال يعني في خلل اثناء تكوين او فورميشن اوف جاميتس during the formation of ova. كانت الاوفم دي تركيبها كده 22 plus x x، معنى كده ان
المفروض ان الطبيعية هتكون 22 بلس اكس واحدة، لكن دي عندها الاثنين، يبقى دي بويضة غير طبيعية او ابنورمال اوفم. والنورمال سبيرم هي عارفين ان هو هيكون 22 بلس واي. هتقولوا لي ما يكون اكس، انا بتكلم عن حالة كلاين فلتر اللي هي دايما بتكون ذكور، يبقى لازم يكون في وجود لمين؟ للكروموسوم واي. طيب ايه اللي هيحصل؟ فيرتلايزيشن، هيطلع 44 بلس اكس واي، يبقى نتيجة حدوث اخصاب ما بين ابنورمال اوفم فيرتلايزيشن بتوين ابنورمال اوفم ونورمال سبيرم ممكن يكون الناتج او ريزلتد انديفيديوال كلاين فلتر سيندروم. في حالة تانية، ايه الحالة التانية؟ يحصل فيرتلايزيشن اخصاب بتوين، المرة دي بقى هنقول نورمال اوفم بويضة سليمة و ابنورمال سبيرم، يعني سليمة هتكون 22 بلس اكس، ده اللي احنا عارفينه. هنا بقى 22 بلس اكس واي يعتبر سبيرم غير طبيعي، لان الطبيعي يكون 22 بلس اكس اور 22 بلس واي. ده الاثنين كروموسومات او الكروموسومات الجنسيه الاثنين موجودين في سبيرم واحد. طيب نشوف بقى يحصل فيرتلايزيشن، يطلع لي فرد 44 بلس اكس اكس واي، يعني يطلع لي حاله كلاين فلتر ميل طبعا due to the presence of واي كروموسوم. طب الخلل هنا فين؟ انا شايف احنا عارفين في الانسان في الهيومن بينج ان دول يعتبروا سوماتيك او اوتوسوم، سوماتيك كروموسوم ودول بيعتبروا نفس الكلام. هنا الخلل والديستربنس حصل في السكس ولا في السوماتيك كروموسوم؟ السكس كروموسوم في عندي كروموسوم اكس زياده، اكسترا اكس كروموسوم. تمام، تعالى بقى نشوف مع بعض كده ايه هي السيمبتومز الناتجه نتيجه زياده هذا الكروموسوم. عندنا سترايل ميل، عندنا فرد عقيم. ليه بقى؟ نو سبيرم جنريتنج سيلز، يعني ايه الفرد ده او الانفيرتايل بنقول عليه سترايل او انفيرتايل، يعني هذا الشخص ما عندوش الخلايا المسؤوله او السيلز which are responsible for generating او formation of sperm، تكوين السبيرم. تمام، تولنس يتميز بالطول الغير عادي، مش الطول الطبيعي بتاع الانسان الطبيعي، في زياده في الطول. وهنشوف دلوقتي صوره للايه؟ للحاله بتاعت كلاين فلتر. appearance of some feminine characteristics، ظهور بعض الصفات الانثويه زي حصل enlargement in his breasts، يعني حصل زياده في حجم الثديين such as growth of breast size. تمام، تعال نشوف ادي حاله، صوره لحاله من حالات كلاين فلتر. وخلي بالنا هنا انه ممكن يجيب لي في الاسئله الكاريوتايب. الكاريوتايب هنا خاص بكلاين فلتر، في عندي الخلل فين؟ شايف السهم؟ السهم موجود عند البير نمبر 23، والبير نمبر 23 في ثلاثه كروموسوم اكس اكس واي، وبالتالي وجود احنا متعودين ان البير نمبر 23 يكون فيه 2 كروموسومز، يا اما اكس اكس يا اما اكس واي، لكن ده عنده كام؟ 3 زي ما السهم بيشير. فممكن طبعا يجيب لي الكاريوتايب موجود ويقول لي حدد الحاله اللي قدامك دي حاله ايه، فدي حاله كلاين فلتر سيندروم. تمام، نيجي للحاله الثانيه، عندي تيرنر سيندروم، حاله تيرنر، ومن الشكل اللي قدامنا انت شايف ان احنا حاطين الرمز بتاع الفيميل، معنى كده ان هذه الحاله تظهر في الفيميل فقط. تمام، طيب الحاله دي عدد الكروموسومات قد ايه؟ 45 يعني المفروض ان في كروموسوم ناقص. طب تعالى كده نصنف نشوف مين سوماتيك كروموسوم ومين سكس كروموسوم. لما جينا نحط 44 بلس اكس 0 يعني ايه؟ الزيرو ده محطوط عشان يقول لي ان في كروموسوم جنسي او في سكس كروموسوم هنا ناقص. تمام، يبقى العدد المفروض يكون طالما في ميل 44 بلس اكس اكس، دي العدد بتاعها 44 بلس اكس بس، يعني الزيرو ده محطوط عشان ينبه حضرتك ان هنا في lack of x كروموسوم، نقص في الكروموسوم x. reason for disturbance، ايه سبب الخلل؟ lack of one of the two x كروموسوم، نقص او غياب absence of one of the two x كروموسوم، واحد من الكروموسومات x مش موجود. تمام، طب ايه السبب؟ برضو تعالى نشرح هنا ايه السبب. السبب هيكون خلل اثناء الفيرتلايزيشن،
في الاخصاب. وبرضو عشان ما يبقاش فيه سؤال هو لازم يكون abnormal sperm او لازم تكون abnormal ovum، هنقول الاثنين، ان ممكن يحدث او تحدث هذه المتلازمه السندروم سواء كان السبيرم هو الابنورمال او كانت الايه الاوفم هي الابنورمال. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي بتتم تكوين فرض او تكوين متلازمه او حدوث او appearance of Turner's syndrome. تعالوا نشوف مع بعض. عندنا هنا تيرنر سيندروم، وده هينتج نتيجة ايه؟ fertilization، اخصاب between، نقول المرة دي abnormal ovum مع normal sperm. طيب يبقى abnormal ovum هتبقى 22+0، مفيش هنا كروموسوم جنسي، هنا النورمال سبيرم هيكون 22+X. طبعا هتقولي ما هو في واي، ماشي، بس احنا بنقول ان حالة تيرنر دي تظهر في الفيميلز فقط، وبالتالي هنا مفيش وجود للسبيرم اللي شايل واي. طيب لو حصل فيرتلايزيشن بقى بين الفردين دول هيبقى 44+X0، يعني قلنا الزيرو ده معناه غياب او absence of X كروموسوم. طيب الحالة دي تبقى العدد هيكون كام؟ 45. طيب ممكن يكون في احتمال تاني، يحصل fertilization between، المرة دي بقى هنقول normal ovum، احنا ده بنقول or، و abnormal سبير، الاوفم هتكون 22+X، دي طبيعية، اما الميل هيكون هو اللي 22+0. لو عملنا الفيرتلايزيشن هيطلع الفرد نفس الكلام 44+X0، يعني العدد 45، يعني معنى كده انها في عدد من الكروموسومات ناقص. هيحدث خلل، هيحدث خلل. تعال نشوف الاعراض والسيمبتومز اللي هتظهر على الفرد او الفيميل اللي هي بقت حالة تيرنر. هيكون فيميل او الحالة بتاعة تيرنر دي doesn't reach، لا تصل الى البيوبرتي، بيوبرتي اللي هو البلوغ، due to the lack، نقص في الكروموسوم اكس. طب نقص الكروموسوم اكس ده هيؤدي الى ايه؟ leads to the absence or lack of female hormones، هيحدث نقص في الهرمونات الانثويه، وبالتالي في نقص الهرمونات الانثويه مش هيحدث البيوبرتي. عايزين نوضح حاجه هنا برضو عشان لما تيجي في الاسئله تكونوا فاهمينها. معنى ايه الفيميل او انها شي doesn't reach to the puberty؟ معناها ان مش هيحصل لها ظاهره او phenomenon which is called menstruation cycle. menstruation cycle اللي هي الدوره الشهريه، اللي هي تكوين البويضات والاوفا. كل شهر الفيميل المفروض انها في ظاهره طبيعيه اللي هي اسمها menstruation cycle، اللي هي تكوين البويضات. في حاله تيرنر اللي عندها نقص في الكروموسوم اكس مش هتقدر انها تصل الى مرحله البلوغ. ليه؟ لان الكروموسوم اكس اللي ناقص ده هيؤدي او leads to the غياب او نقص او decreasing in the female sex hormones، هتقل كميه الهرمونات الانثويه، وبالتالي لن تصل او she doesn't reach to the puberty. عشان نفهم بس، عشان لو جاب لي لفظ menstruation cycle اكون فاهم الجزئيه دي. طيب نمبر 2 هنقول presence of some deformities، بعض التشوهات in heart في القلب والكيدنس في الكلى، وطبعا تتميز بالشورتنس بالقصر، تتميز كمان بانها عندها شورت نك اللي هي رقبه قصيره، وفي mental retardation تاخر عقلي. خد بالك في حاله الكلاين فلتر وحاله تيرنر وجود الخلل الكروموسومي دايما بيؤدي الى نوع من انواع المينتال ريتارديشن، التاخر العقلي. تمام، ونشوف حاله تيرنر. دي حاله تيرنر، بص كده على الكاريوتايب، ولادي طبعا عارفين ان الشكل الكروموسومات المرتبه ده اسمه كاريوتايب. اجي عند البير نمبر 23 الاقي عندي كروموسوم اكس واحد ولا يوجد كروموسوم اخر، انا متعود ان البير نمبر 23 يكون فيه 2. داون سيندروم دي حاله ثالثه بنقول فيها الميل والفيميل، يعني ممكن يحصل ان يكون في منهم فيميل ومنهم ميل، مش قاصرة على جنس واحد.
ليه يا ترى؟ اصل حاله كلاين فلتر وحاله تيرنر كانوا بيحصل الخلل والديستربنس ان ده سكس كروموسوم. الحاله اللي احنا خدناها سواء كانت كلاين فلتر او تيرنر كان الخلل والديستربنس ان ده سكس كروموسوم، وبالتالي كان هنا بيبقى قاصر على او از ريستريكتد تو وان سكس، جنس واحد. مفيش الكروموسوم واي هتبقى في ميل، the presence of واي كروموسوم هيبقى ميل. طيب هنا بقى ما عنديش الخلل في الكروموسومات الجنسيه، الخلل المره دي والديستربنس ان ده سوماتيك كروموسوم او بنقول عليها اوتوسومز. ايه الخلل؟ هو العدد كام؟ النمبر اوف كروموسوم هيكون 47. وهنا يجي سؤال، في تشابه وسيميلاريتي بين الداون سيندروم والكلاين فلتر، الاثنين 47، لكن كلاين فلتر كان الخلل والديستربنس ان ذا سكس كروموسوم، اما في حاله الداون سيندروم الديستربنس ان ذا سوماتيك كروموسوم. تمام. طيب علشان نشوف العدد ده ال 47 يعني هيبقى نفس الترتيب بتاع السوماتيك كروموسوم والسكس؟ لا، هيبقى الكروموسومات الجسديه زي ده كروموسوم، لكن في حاله كلاين فلتر كان الكروموسومات اللي بتزيد في السكس كروموسوم. يعني هيكون 45 plus XX or 45 plus XY. 45 المفروض كان يبقى 44، لا ده بقى 45. 45 يعني في كروموسوم جسدي او سوماتيك كروموسوم زايد. فين يا طرف؟ انهي بير؟ انا عندي المفروض من نمبر 1 لحد 22 في ترتيب الكاريوتايب كل دول يعتبروا سوماتيك كروموسوم او بنقول عليهم اوتوسوم. انهي بير فيهم هو اللي فيه كروموسوم زايد؟ البير نمبر 21. البير نمبر 21 في 3 كوبيز اوف كروموسومز، ثلاث نسخ من الكروموسومات، وبالتالي خلل يحدث ديستربنس ان ده جيناتيك طبعا كيسز، او يعتبر في الحالات اللي يعتبر او ينضم او بيلونج تو الابنورمال جيناتيك كيسز، او يحدث خلل في الديستربنس ان ده سوماتيك كروموسوم، لان المفروض ان احنا متعودين ان العدد كام؟ 44. العدد زاد كروموسوم واحد، كروموسوم واحد يعمل الخلل ده كله اهو. ومش كده وبس، ده هيظهر دلوقتي عديد من السيمتومز من الاعراض. تعال نشوف مع بعض ايه الاعراض وبعدين نعمل حاله فيرتلايزيشن ما بين فردين، واحد ابنورمال سبيرم مثلا واحد نورمال اوفم، ونشوف ازاي هيجيبوا حاله داون سيندروم. السيمتومز هنا عندنا عشان كده بيسموهم داون سيندروم. الحالات داون دي كانت بتطلق عليها فيما قبل كلمه مونجوليزم، وطبعا الكلمه دي خلاص ما لم تستخدم لانها غير سليمه، مش موضحه. لا تمت ليه مونجوليزم؟ لان صفات الاشخاص اللي هم بينتموا ابيلونج تو داون سيندروم بيكون ليهم صفات الجنس المغولي. انتوا عارفين اخدتوا في الجغرافيا الجنس القوقازي والمغولي والزنجي. طيب احنا كل جنس بيتميز بصفات معينه. الافراد اللي هم بينتموا ابيلونج تو داون سيندروم كانوا بيبقى ليهم بعض صفات هذا الجنس، فعشان كده اتسمى بالمونجوليزم. وبعد كده الطبيب اللي اكتشف الحاله اسمه داون فاتسمت باسم الطبيب. هنا عندنا ايه؟ منتل ريتارديشن، عندنا جروث ريتارديشن يعني تاخر في النمو. هلاقي مثلا المفروض ان هو نموه يبقى زي فرد عنده او طفل عنده سنتين، او مثلا نقول هو عمره 10 سنين، ولكن بنيته الجسمانيه زي طفل عنده مثلا 7 سنين او 6 سنين، وبالتالي هنا تاخر في النمو. اوفل فيس، الوجه بيكون شكله بيضاوي. منتال ريتارديشن، تاخر عقلي. شورتنس، القصر. ذا باك اوف ذا هيد، خلف او الجزء الخلفي من الراس بيكون مفلطح، از فلات. سمول ايرز، الاذن بتكون صغيره. كونفكس ايز، العين بتكون واخده شكل كده العدسات زي العين المحدبه اللي هي الضيقه، يعني بتكون العينين ضيقه. fingers and toes، الاصابع بتاعت اليد واصابع القدم بتكون قصيره. دي كانت الصفات. طيب تعالى نعمل اكزامبل كده على حدوث fertilization between two individuals، والتو individuals دول هيدوني حاله داون سيندروم. تعالى نشوف داون سيندروم المفروض انها 45 plus XX or 45 plus XY. هناخد example على ان يبقى في الحالة دي fertilization between abnormal ovum. طب الابنورمال اوفم دي هتكون كام؟ ابنورمال اوفم هتكون
23 plus X. خدنا بالنا هنا ان الخطأ كان في الكروموسوم الجسدي الصوماتيك كروموسوم مع نورمال سبيرم هيكون 22 plus X. طبعا كده حضرتك عرفت الناتج هيكون ايه، طالما هنا X وهنا X هتبقى في ميل. تمام، يبقى عندنا هنا العدد 45 plus X X. Total number of chromosome هيكون 47. ونفس الكلام لو كان اتغير النورمال سبيرم ده وكان Y كان هيطلع لي فرد، لكنه هنا كان هيبقى ميل. الحالة دي طبعا حالة فيميل داون سيندروم. تمام، تعال نشوف مع بعض. ادي صورة الداون سيندروم. تمام، والكريوتايب طبعا خد بالك الكريوتايب هنا انا عندي الخلل في البير نمبر 21، عشان كده هو في 3 كوبيز اوف كروموسوم، في 3 نسخ من الكروموسومات، فبقى عندنا هنا حاله داون سيندروم. تمام، طبعا ممكن يجي صوره لفرد، ممكن يجي صوره كريوتايب ويسال عليها. في حاله اسمها بولي بولايدي اللي هي تعدد الصبغيات او تعدد الكروموسومات. اصلا احنا اتفقنا قبل كده ان كلمه كروموسومز بتتقال عليها بالعربي الصبغيات. ليه؟ لان دي اتقبل لما حطينا الصبغات على الخليه، الجزء اللي قبل الصبغه هو الكروموسوم. طيب في الاب نورمال كروموسوم او واحده من الحالات الشاذه كروموسوميا اللي بنقول فيها بيحصل فيرتلايزيشن بتوين اوفم 22 بلس اكس مع نورمال سبيرم. طبعا 22 بلس اكس اكس دي تعتبر اب نورمال اوفم، لكن نورمال سبيرم 22 بلس اكس. لما يحصل فيرتلايزيشن يطلع لي فرد 44 بلس اكس اكس اكس، طبعا معناها 3 اكس، يبقى الخلل فين؟ في السكس كروموسوم. طيب الحاله دي هتبقى حاله ايه؟ حاله اسمها بولي بولايدي اللي هو تعدد الكروموسومات بيسموها كده، ودي كده كمعلومه بس. عندنا هنا بقى مجموعه من الصفات السكس لينكد تريتس، ودي they are somatic traits. طبعا هي المفروض انها صفات جسديه. الصفات الجسدية دي محمولة أو are located on sex chromosome and their appearance is not affected by the sex hormone. يعني احنا عندنا مجموعة من الصفات، الصفات دي هتبقى جسدية، يعني مثلا لون العين، مثلا قوة العضلات، بنقول السايت قوة الإبصار، مرض الهيموفيليا اللي هو مثلا سيولة الدم، color blindness عمل ألوان في الإنسان، كل دي تعتبر امراض، يعني تعتبر مفروض انها سوماتيك تريت. لان الجين المسؤول عن حدوث هذه الامراض او the genes which are responsible for appearance this diseases مالها بقى؟ انها محموله و are located on sex chromosome. تمام، لكنها لا تتاثر، وبنقول is not affected by sex hormones. ظهورها او their appearance is not affected by the sex hormones، مفيش اي تاثير عليها من الهرمونات الجنسيه. زي مين؟ زي الدروسوفلا انسكت، حشره الدروسوفلا عندها لون العين يعتبر من التاكس لينك تريتس، بنقول عليها صفات مرتبطه بالجنس. والانسان برضو عنده كذا حاله وكذا صفه، كلر بلايدنس عمل الوان، هيموفيليا سيوله الدم، شورت سايدنس اللي هي قصر النظر، ماسل اتروفي اللي هو ضمور العضلات. ضمور العضلات يعني ان العضلات ما تبقاش قويه كفايه عشان تقدر تعمل كونتراكت وريلاكس. تمام، حاله الدروسوفلا دي كانت بيدرسها عالم اسمه مورجان، ومورجان عرف ان الدروسوفلا عندها لون العين، في واحد لون ريد والتاني وايت، يعني في عندنا لونين، ولقى ان اللون الريد ده دوميننت والوايت يعتبر ريسيسيف، زي ما احنا شايفين حطينا في الوصف الموجود قدامنا ان هو عامل لي الفرد مثلا الفيميل دي مظللها باللون الاحمر وحاطط جنبها شكل غريب احنا مش متعودين عليه، اكس ار كابيتال اكس ار كابيتال. احنا كنا متعودين لو هي فعلا شايله الصفه فهنديها، وهي دوميننت فهنديها ار كابيتال، والريسيسيف هنديها ار سمول. لكن ايه اللي دخل الاكس؟ ما هو احنا قلنا دلوقتي ان دي صفات مالها مرتبطه بالجنس ومحموله على كروموسوم جنسي اللي هو اكس، وبالتالي لازم اقول اكس ار كابيتال اكس ار كابيتال، ما ينفعش احط ار كابيتال ار كابيتال بس، لاني لو سبتها من غير ما احط الاكس يبقى انا بقول ان ده جينات غير مرتبطه بالجنس، جينات عاديه، لكن دي جينات مرتبطه محموله على الكروموسومات الجنسيه على الكروموسوم اكس. طب والكروموسوم واي؟ لا، الكروموسوم واي في هذه الحاله ملوش علاقه بالموضوع ولا يحمل هذه الجينات،
لان طبعا الكروموسوم واي قصير وفي وحجمه اقل، وبالتالي لا يحمل الجينات اللي موجوده على اكس، اكس اطول منه وبالتالي هو المسؤول عن حمل هذه الجينات. طيب تعال نشوف الحاله هنا قدامنا، بنقول اكس ار كابيتال، اكس ار كابيتال. طب عملت كروسنج او ميتنج مين بينها وبين ميل، والميل ده كان لون عينيه وايت، اكس ار سمول واي. طيب طبعا هو عمل لنا هنا بارنت سكوير وشفنا حصل الميتنج، فعندي كل الافراد طلع لون عينيهم ريد كلهم. بس خد بالك شوف كده اول سل اكس ار كابيتال اكس ار سمول، يعني هنا ده يعتبر ايه؟ ريد بس هايبريد. طيب اكس ار كابيتال اكس ار سمول برضو ريد وهايبريد، اكس ار كابيتال واي ده ريد بس ده يبقى يعتبر ايه؟ ميل، لان معاه الواي، الواي مش بيتحط عليها حاجه. اللي بعديه اكس ار كابيتال واي وبرضو ريد. طيب وجود الواي دي وجود اكس واحده بس عند الميل ومعاها الواي هتخلي ان وجود جين واحد عند الميل هو اللي يحدد الايه؟ الصفه، على عكس الفيميل. الفيميل عشان تظهر عليها الصفه الريسيسيف لازم لها كام جين؟ 2 جينز. تمام؟ طيب هناخد فردين من الجيل الاول الفيرست جنريشن اللي هم اكس ار كابيتال اكس ار سمول مع فرد تاني ميل اكس ار كابيتال واي. طيب ايه النتيجه؟ طلع زي ما كان مندل بيقول 3 ريد اللي هم 3 دوميننت ل 1 ريسيسيف. طيب يبقى معنى كده ان الصفه دي صفه مندليه؟ لا مش صفه مندليه، لان كل ما بيعمل هذه الايه العمليه او التزاوج او الكروسنج بتوين في ميل ريد لكنها هايبريد مع ميل ريد يطلعوا 3 ريد ل 1 وايت، لكن دايما الوايت يطلع ايه؟ ميل. ما فيش بيطلع عندي اناث او فيميلز عندهم الصفه بتاعت الريد كلر، يبقى هنا في حاجه مختلفه عن مندل. ايه هي بقى؟ ان الصفه او الجين او بنقول ان هو از لوكيتد اون اكس كروموسوم، عشان كده دول يعتبروا نون مندليان، لان مش كل مره المفروض ان يطلع بقى مره ميل ومره فيميل لو هي تبع مندل. لكن احنا حصرنا اللون الابيض او الوايت كالرد اي على الميل فقط، على الميل فقط لان هو كفايه عليه جين واحد فيظهر عليه اللون، لكن الفيميل لازم لها كام جين؟ 2. تمام؟ فدي كانت حاله الدروسوفيا. طيب عندنا هنا حاله الكالر بلايندنس، عمل الوان، برضو عمل الوان يعتبر حاله موجوده، ده مرض يعتبر في الانسان بيمثله نوع من الجينات يكون الحمد لله ان هو الريسيسيف جين، وزي ما انتم شايفين كده يبقى له اختبارات زي المنظر اللي احنا شايفينه. يبقى حاطط لنا رقم بالاحمر مثلا زي الايت معمول بالاحمر وحواليه اخضر، ونشوف احنا نعرف نميز الاحمر عن الاخضر ولا لا. المرض ده او الريسيسيف جين بيؤدي الى ان الفرد او الانديفيديوال ما يبقاش عنده قدره او هازنت ability تو distinguish بين الكالرز بخاصه او especially ريد اند جرين. والحمد لله ان هذا المرض او الديسيز بيكون محمول على ريسيسيف جين، تمام، او بيكون ريسيسيف جين. قبل ما ننتقل الى الهيموفيليا هحاول اشرح معاكم كده على الداتا حاله الريسيسيف جين في الكالر بلايندنس، تمام، علشان بس ما نتلخبطش لما نقول ان الجينز هتكون محموله وار لوكيتد اون الايه السكس كروموسومز. الواي ما بيشيلش في الحاله دي، الواي ما بيشيلش، اللي بيشيل هو الاكس. تعال نشوف كالر بلايندنس، هنقول ان الشخص النورمال هنديله سي كابيتال، والشخص الديسيزد يعني مريض مصاب بالمرض هنديله سي سمول. ليه انا قلت كده؟ لان الحاله بتاعت كالر بلايندنس تعتبر جين ريسيسيف، ريسيسيف جين، وطالما ريسيسيف جين يبقى يميزها الايه؟ السمول لاتر. تمام، تعال نقول ايه الافراد الفيميل، ايه الاحتمالات بتاعت الفيميل؟ الفيميل ممكن تكون اكس اكس سي كابيتال سي كابيتال، في الحاله دي هتكون ايه؟ سليمه هيلثي او نورمال زي ما انا كاتبه. طيب لو كانت الفيميل دي اكس سي كابيتال اكس سي سمول، دي هتكون ايه؟ برضو سليمة، وبس هنا هتكون كارير، بقول عليها هيلثي او اقول عليها نورمال. تمام، طيب ولو كانت الفيميل دي
x c small x c small. هنا في الحالة دي هتكون diseased. ناخد بالنا ان الفيميل عشان يظهر عليها المرض وتصبح مصابة كان لازم لها كام جين؟ 2 جينز. تمام، لازم 2 جينز، لكن وجود جين واحد مع الجين الكابيتال او اللي هو السي كابيتال اللي هي الشخص النورمال او بنقول عليه هيلثي ما ظهرش المرض، لكنها تعتبر بالنسبه لي كارير. كارير يعني ايه؟ يعني هتورث هذه الصفه لاولادها، لكن هي نفسها تعتبر طبيعيه او سليمه. طب ولو معانا ميل هيكون ايه الوضع بقى؟ الميل احتمالين، اكس سي كابيتال فهيكون نورمال او هيلثي، يا اما اكس سي سمول واي وده هيكون ديسيست. كفايه على الميل جين واحد فقط تظهر عليه الصفه لان هو عنده اكس واحده بس، لكن الفيميل عندها كام اكس؟ عندها اتنين، وبالتالي ده التوزيع بتاعنا. يبقى لما اقول بقى عندي فيميل هيلثي لازم يقول لي في الجينيتك بروبلم هل هي بيور ولا هايبريد عشان هتفرق معاه. تمام، نفس الحكايه، لكن لما يقول لي في الميل يا اما سليم او نورمال او هيلثي او ديسيزد ما عنديش غير احتمال واحد، نورمال او هيلثي يبقى اكس سي كابيتال واي، ديسيزد اكس سي سمول واي. تمام، تعال نشوف الحاله الثانيه. الحاله الثانيه كانت هيموفيليا. حاله الهيموفيليا او النزف او سيوله الدم، ان الدم يبقى في حاله سائله، امتى يبقى في حاله سائله؟ لما الشخص يحصل له جرح، يعني الفرد او الانديفيديوال ده از انجرد، انجرح، فالدم ده مش هيتوقف عن النزف، هيفضل كده بينزف على طول لان مفيش حاجه اسمها بلاد كلوتنج. طب احنا خدنا كذا مره شكل تركيب الدم، في ريد بلاد سيلز، في وايت بلاد سيلز، في حاجه اسمها بلاد بليتلتس، في خلل وديستربنس ان ده البارس الاجزاء المسؤوله او which are responsible for blood clotting، تجلط الدم، وبالتالي الفرد المصاب بالهيموفيليا هيبقى عنده liquidity in the blood، سيوله في الدم. طيب الفرد ده الحمد لله برضو ان هذه الصفه تعتبر recessive gene، انا هديها الرمز اتش سمول، يبقى الشخص السليم هيبقى اتش كابيتال. تمام، تعال نشوف برضو زي حاله كده الكالر بلايندنس ونبتدي نوزعها الميل والفيميل. عندنا حالة هيموفيليا، هيموفيليا مرض liquidity of the blood، سيولة الدم. طيب ده الحمد لله ان هو recessive gene، فهيبقى عندنا شخص normal طبيعي او ساعات نقول عليه هيلثي في المسائل، ده هنديله اتش كابيتال، والشخص الديسيزد المريض اتش سمول. تمام، نبتدي بقى نشتغل بالطريقه بتاعتنا. لو في ميل خلاص بقى احنا عرفنا اللعبه، اكس اتش كابيتال، اكس اتش كابيتال هتبقى سليمه نورمال، نورمال وايه؟ وبيور. تمام، طيب اكس اتش كابيتال، اكس اتش سمول دي هتكون نورمال او هيلثي لكنها كارير، اكس اتش سمول واكس اتش سمول دي هتكون ديسيزد، مصابه. كان لازم يكون في تو جينز عشان يظهر المرض على الفيميل. طيب بالنسبة للميل، الميل عندنا احتمالين، اكس اتش كابيتال واي وده هيبقى سليم، او اكس اتش سمول واي وده هيبقى ديسيزد. كان كفاية عليه اتش واحدة، كفاية عليه جين واحد عشان يظهر عليه المرض، ولكن الفيميل كانت تحتاج الى تو جينز. تمام، خلاص بقى فهمنا اللعبه ان ازاي الجينات دي محموله او بتكون ار لوكيتد اون سكس كروموسوم، خاصه الاكس الواي هنا في الحالات دي مش بيشيل الصفه. تعال نبص على الصوره اللي موجوده حتى عندي اللي بيوري لي ان شخص نزف ومفيش تجلط،
وبالتالي بنصنف الحالة دي انها blood liquidity او hemophilia، وده يعتبر recessive gene. طيب عندنا self influenced traits، الصفات المتأثرة بالجنس. صفات متأثرة بالجنس يعني صفات هتكون somatic، تمام، ومحمولة على autosomes، على كروموسومات جسدية، لكنها تتأثر و are affected بالsex A hormones. تعال نشوف. They are genetic traits that their genes are carried on autosome. خلاص ما اختلفناش، يعني دي كده مش محمولة على كروموسومات جنسية، لا دي محمولة على كروموسومات جسدية اللي هي من number 1 لحد 22. Not a sex chromosome، بيأكد عليا انها مش محمولة على sex chromosome، لكن ال individual sex act sometimes to modify the dominancy of some traits. حالة الحالة الجنسية بتاعت الفرد هي اللي هتأثر على سيادة الصفة أو إنها تبقى ريسيسيف. ليه؟ هنفهم دلوقتي. Where the action of the genes is influenced، تتأثر هذه الجينات بالسكس هرمونز، بالهرمونات الجنسية. That are secreted from the gonads in males and females. في عندي كام إكزامبل؟ اتنين. حالة البولنس، الصلع في الهيومن، وحالة presence of horns، وجود القرون في الكتل الأغنام. طيب تعالى نفهم الأول الفكرة. Sex influenced traits، الصفات المتأثرة بالجنس، هي تعتبر صفات جسدية محمولة على كروموسومات جسدية، ولكنها تتأثر و are affected بالsex hormones. طيب في الحالة دي هيبقى في اختلاف لظهور الصفة عند الميل والفيميل. زي حالة الصلع. حالة الصلع أو اللي بنقول عليها mature baldness، حالة الصلع المبكر، بنقول وجود الهرمونات الجنسية الذكرية السكس ميل هرمونز هتخلي الجين ده يظهر، لكن وجود الجين في الفيميل مع وجود الهرمونات الأنثوية اللي هي الفيميل سكس هرمون هتخلي الجين ده ما يظهرش بنفس القوة اللي ظهر فيها in males. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. ناخد كده بس التعريف بشكل أبسط، ان احنا عندنا السكس influenced traits بطريقة بسيطة، انها genes are located on somatic chromosome but they are affected by sex hormones. بكل بساطة من غير ما يكون التعريف طويل علينا، ده المفيد. جينات محمولة على كروموسومات جسدية لكنها تتأثر بالهرمونات الجنسية. طب تعالى ناخد المثال اللي على الإنسان اللي هو البولنس، الصلع. الصلع طلع dominant gene، جين سائد، هنديله بي بوزيتيف، تمام، ومعنى كده ان الشخص النورمال ده الصلع النورمال بقى هنديله ايه؟ بي. هنا اعطينا، بدل ما كنا اعطينا هنا كابيتال لتر، هنا سمول لتر، هيبقى عندنا بي بوزيتيف ودي، تمام. تعال نشوف بقى، عندنا هنا الفيميل هتكون بي بوزيتيف. بي بوزيتيف في الحالة دي هيكون عندها بولنس؟ لا، هتعاني او suffer from falling of hair، سقوط الشعر فقط. لكن بي بلس بي برضو نفس الكلام، هتبقى نورمال لكن مش هيظهر عليها. ناس هتفتكر ان في بي بلس او بي بوزيتيف وده دوميننت فتبقى عندها حالة صلع. لا، طب اللي بي بوزيتيف بي بوزيتيف يبقى صلع؟ لا، دي هتعاني من سقوط الشعر فقط. suffers from hair falling، سقوط الشعر. طب دي نورمال طبيعية. طب وبي بي برضو نورمال. طيب لو احنا بنتكلم في الميل، بي بلس بي بلس او بي بوزيتيف بي بوزيتيف على حسب ما انت حابب تقولها، ده هيكون بولد، اصلع. اشمعنى؟ ما هنا كانت بتعاني من سقوط الشعر، هنا اللي خلاها تعاني من سقوط الشعر او suffers from hair falling وجود الفيميل
سكس هرمونز، لكن هنا ده عنده ميل سكس هرمونز، فبالتالي هيظهر الصفة، لأن البولنس ده يتأثر بالإيه، بالهرمونات الجنسية. طيب لو كان بي بلس بي برضو هيبقى بولد، بس هنا ما كانتش بول، دي كانت نورمال. ايوه هنا عندها هرمونات انثويه في ميل هرمونز، هنا عنده ميل هرمونز، هتظهر هذا الجين. طب امتى يكون نورمال؟ في حاله البي بي هو اللي هيكون نورمال. عشان اكد لك كلامي، طبعا احنا عندنا هنا نفس الجينوتايب، هنا الجينوتايب ده هو نفس الجينوتايب ده، بس ايه الاختلاف؟ الاختلاف في الفينوتايب. طب ليه اختلفت الفينوتايب في الاثنين؟ عشان في اختلاف في السكس هرمونز، هنا ميل وهنا فيميل. عشان اكد لك كلامي، في الجيم دايما بتلاقوا الكابتن اللي هو بيدرب اصلع، او غالبيه الاشخاص اللي موجودين في الجيم وفي بعضهم بياخدوا حقن تستوستيرون اللي هو هرمونات الذكوره، فدي بتظهر الصفه اكتر عنده، وبالتالي بتلاقيهم دايما كلهم صلع نتيجه استخدامهم لهرمون الذكوره التستوستيرون، فبيساعد على ظهور هذه الصفه. البي بوزيتيف اور بي بلس على حسب ما انت عايز تقول، بيتاثر اكتر وبيظهر بقوه في حاله وجود الهرمونات الايه، الذكريه، السكس ميل هرمونز، لكنه الفيميل هرمونز بيضعف ظهور هذا الجين. تمام، تعال نشوف حاله البولنس هي عندنا على في الصوره. ده معناه في الميل واضح جدا ان هو هنا حاله الصلع، في الفيميل يدوب تساقط للايه، للشعر، ما عندهاش صلع. هنا سكس ليميتد تريتس، اخر حاجه في انواع الصفات الجنسيه، الصفات المحدده بجنس معين بقول عليها سكس ليميتد تريتس، بقول عليها ليميتد تو وان سكس اونلي، محدده بجنس واحد فقط، تظهر في الفيميلز بس او تظهر في الميلز فقط. ازاي يعني؟ اما تظهر ان ميلز اور ان فيميلز. طيب عندنا امثله، ظهور او appearance اوف بيرد، دي خاصه بالايه، ميلز. اج laying او laying of eggs بالنسبه للبيردز الطيور، خاصه بمين؟ دي restricted to females. milk production in cattle هتكون برضو تظهر و restricted to females. ليه الصفات دي محدده؟ يعني لما اقول ان النوع ده من الطيور بيبيض، يبقى ده اعرف ان الطائر ده انثى female. ان النوع من الابقار ده مثلا، او الفرد ده عنده انتاج او عنده قدره على انتاج الحليب، اقول فيميل. السبب وجود الهرمونات، هرمونات الذكوره او هرمونات الانوثه هي اللي بتسبب ظهور بعض الصفات وتخليها قاصره او restricted to one sex، ودي الامثله اللي عندنا. طبعا في اهميه ان احنا ندرس الميديكال اكزامينيشن بعد ما درسنا يونت 3 بالكامل، وعرفنا ان في حالات شاذه وابنورمال جينيتك كيسز، لازم ان قبل الزواج او بيفور ماريج يحصل حاجه اسمها ميديكال اكزامينيشن، اللي هو الفحص الطبي، علشان giving birth to healthy children، نجيب اطفال سلام، limiting the spread of genetic diseases، نحد من انتشار الامراض الوراثيه والانفكشنز اللي هي الامراض المعديه زي الفيروس مثلا سي، هيباتيتس اللي هو الكبدي، مثلا الايدز، كل دي امراض قد تنتقل، فلازم يكون في فحص before marriage. برضو المنتال ريتارديشن والتاخر والتشوهات دي، برضو لما بنعمل فحص وميديكال اكزامينيشن بيفور ماريج، بنحد وليميتنج من انتشار او ذا سبريد ذيس ديزيزز. افويدنج ذا فاينانشال، يعني الحد من او تجنب الفاينانشال والسايك والسوشيال، يعني الحمل المادي والحمل النفسي والحمل الاجتماعي اللي هيكون على الاسره في حاله وجود طفل مصاب بجيناتيك ديسيز، مرض وراثي زي ما شفنا كلاينفلتر او تيرنر او داون سيندروم. ليه؟ لان طبعا الشخص ده بيحتاج مدارس خاصه، بيحتاج عنايه ورعايه خاصه، وبالتالي طبعا بيكون حمل كبير على العائله. فطب ممكن نتجنب وافويدنج ذيس الفاينانشال والسايكيك والسوشيال لودز لو احنا عملنا ميديكال اكزامينيشن بيفور ذا مارج. في نهايه الحلقه طبعا معانا طبعا الامتحانات السابقه، نزلنا الموديل انسر بتاعتها في فيديوهات موجوده على القناه الخاصة، فحضراتكم طبعا تابعونا، كل الأسئلة إن شاء الله هنحلها بحيث يكون معاك أكبر قدر من التدريبات. هتعمل طبعا زي ما احنا متعودين، يا إما تاخد اللينك بتاع التست، يا إما تعمل سكان بالكيو آر كود وتبتدي تدخل على الامتحان الإلكتروني وتجرب كده إيه الإجابات بتاعتك هتكون سليمة ولا لأ. اليونت 3 يونت سهلة ما فيهاش أي حاجة، لكن تحتاج شوية تركيز. لو حاولنا كده مع بعض إن احنا نلم
الجزء اللي احنا اخدناه النهارده هنلاقيه ان هو بدأ بتحديد الجنس السكس ديترمينيشن، وعرفنا ان المسؤول او الفرد الانديفيديوال از ريسبونسبل فور ديترمينينج ذا سكس هو الميل. ليه؟ لان هو عنده الديفرنت كروموسوم، الكروموسوم المختلف اللي هو واي، وبالتالي هو المسؤول. عرفنا ان لو كان الجنين او ذا فيتس از ميل فهيكون ده بيتحدد افتر 6 ويكس، والفيميل بعد او افتر 12 ويكس. خدنا بعد كده السندرومز وازاي كانت الصفات بتاعتها والسيمتومز بتاعتها. اخيرا كانت السكس لينك تريتس والسكس انفلونسد والسكس ليميتد والفرق بينهم. طبعا اهم حاجه نطلع بيها من يونت 3 ازاي نعمل او لازم يحصل بيفور مارج بعد اللي احنا شفناه ودرسناه يحصل ميديكال اكزامينيشن. بكده يبقى نهينا جزء الجيناتكس، واتمنى لكم ان شاء الله حظ سعيد في الامتحان، والى اللقاء الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.